يا صباح الفل عليكم يا رب مرة تانية. خليني دلوقتي بقى اطمنكم على حالة الطقس النهاردة، اخبارها ايه؟ طبعا كلنا ملاحظين الجو بالليل في نسمة هواء ساقعة، ولو نازلين زي حالتنا الصبح كده هتلاقوا برضو الجو فيه هواء ساقع، فهيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخليني اقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة. القاهرة هتسجل النهاردة العظمى 34، أما الصغرى 23، اسكندرية 31، 24، إسماعيلية 35، 22، الغردقة 38، 27، البنية 34، 21، سوهاج 36، 24، أسوان 40، 26. خليني كمان أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، والبداية مع الرياض. الرياضة تسجل النهاردة العظمى 43، أما الصغرى 27، أبو ظبي 37، 33، أنقرة 25، 12، لندن 19، 12، باريس 24، 13، وأخيرا بكين 31، 17. خليني كمان أقول لكم أخبار العملات